هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام يتجدد اللقاء بكم على أشواط صباحي هذا اليوم. تهانينا وناموس في الشوط الماضي حميد بن علي بن حمود العويسي الذي فاز مع هملول للتصحيح في الشوط الماضي. هكذا تتواصل انطلاقات أشواط هذا الصباح ضمن فعاليات مهرجان المؤسس في أرضية ميدان الشحانية في دوحة الخير والمحبة. تتواصل الانطلاق يتواصل بكم اللقاء. انطلق الشوط السابع الخاص بالأبكار الحقائق حاملا كذلك الامال الكبيره في تحقيق الفوز والناموس. نسير مع المركز الاول وهذه الوطن ويا مجمل الوطن مشاهدينا الاعزاء. الوطن تتقدم المشاركات وياتي عبد العزيز بن محمد بن عويضه الذي ينطلق بالمركز الاول ويقود المشاركين بمسار هذا الشوط. المركز الثاني تتقدم شواهين حمد بن علي بن سعيد البريص المري تتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف التقدم من شواهين منصور بن سعيد بن محمد آل سالمين المنصوري تاتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع تواجدت في جبارة محمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري في رابع المراكز، بينما المركز الخامس تتقدم في خامس المراكز ووصلت في هذه اللحظة تقدمت ابعاد محمد بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي تتقدم في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الخمس المراكز الأولى في هذا المسار وفي هذا التنافس وفي هذا التحدي الشيق في هذا الملتقى الخليجي هنا على أرضية ميدان الشحانية. أعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية. تتصدر المجموعة شواهين تقود المشاركات، حمد بن علي بن سعيد البريص المري تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات مشاهدينا متابعينا الكرام. عبد العزيز بن محمد بن عويض البعينين يتقدم على المركز الثاني ويقدم لنا مشاهدينا الأعزاء الوطن، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر دخول وتقدم في مسار هذا الشوط. تقدمت واتت أبعاد محمد بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي تتقدم في هذه اللحظات ووصول في هذه اللحظة من أعمار وعايد بن حامد بن حماد مشاهدينا الأعزاء عايد بن حماد الفايدي الجهني قادم كذلك في مسار هذا الشوط وتحدياته. الله يا المسار، الله يا الناموس يا التحدي. أعود إلى المركز الأول مرة ثانية. أعمار غيرت إلى مقدمة الشوط، أعمار غيرت إلى المركز الأول. يا سلام وعايد بن حامد عايد بن حماد يتقدم المشاركين. الفايدي الجهني يتقدم ويقود المشاركين، يقود المنطلقين للمركز الثاني. تقدمت في أبعاد محمد بن عيسى الفلاحي يتقدم على المركز الثاني وعادت مرة ثانية مشاهدي الأعزاء الوطن. عبد العزيز بن محمد بن عويضة يتقدم في هذه اللحظة من الجانب الآخر دخول في الأمتار الأخيرة، دخول في هذه اللحظات. تقدمت وصلت الشاهينية حمد بن صغير بن راشد بن عمان المهيري يتقدم في هذه اللحظات، يأتي بهذا الشعار وصول وتقدم في هذه اللحظات. حدث فلاح بن علي بن مصلح بن جمهور الأحبابي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن لا زالت أعمار وعايد بن حماد يتقدم في هذه اللحظات. عايد بن حماد الفايدي الجهني
يتقدم في هذه اللحظات، ولكن شوف التحرك، شوف الاسم الجديد ناصر بن خليفة بن محمد بن مبارك الدرعي، الدرعي مقدم لنا الصبا، وبن عمان من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ثلاثية جميلة، ثلاثية جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. الشاهينية حمد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري يتقدم على المركز الأول، يتقدم على الانطلاق الأول. الشاهينية حمد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري يتقدم، ولا زالت عمار تنافس على ناموس هذا الشوط. الأمتار الأخيرة ما بين عمار وما بين الشاهينية، عمار والشاهينية، الشاهينية تنتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لحمد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدي العزاء اللي هي عمار وعايد بن حماد الفايدي الجهني من وصل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث عموما على كل حال المركز الرابع وصلت في رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. عموما على كل حال بقيه المراكز لجنه خطنا لها متابعه. نعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. من فازت في هذا الشوط الشاهينيه لحمد بن الصغير بن راشد بن سعيد المهيري في توقيت زمني 6 دقائق و16 ثانيه وتسعة اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت فيه صبا ناصر بن خليفة بن محمد بن مبارك الدرعي، قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 17 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث من وصلت فيه عمار وعايد بن حماد الفايدي الجهني، قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و17 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموسة وأربع أجزاء من الثانية لجميع الفائزين. أشواطنا مستمرة مشاهدة.